مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من طنجة التي تعرف تساقطات مطرية هامة منذ ليلة أمس الأحد. إذن ما زال الطقس متقلب بمدينة البوغاز والسماء ملبدة بالسحب في انتظار أن تمطر مرة أخرى زوال يومه الاثنين. إذن مشاهدينا الكرام، في هذا المباشر من طنجة أذكركم بأن المصلحات الولائية للشرطة القضائية بطنجة تمكنت صباح أمس من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال. وكالة مصالح الأمن قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه بالولوج إلى داخل وكالة لتحويل الأموال عن طريق كسر أقفالها وإلحاق خسائر مادية ببوابتها الزجاجية قبل أن تتدخل على الفور أقرب دورية لفرقة الأبحاث والتدخلات من أجل توقيفه في حالة تلبس داخل هذه الوكالة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية. إذن في هذا المباشر مشاهدينا الكرام، أذكركم بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تمكنت صباح أمس الأحد من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال. وكانت مصالح الأمن قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه بالولوج إلى داخل وكالة لتحويل الأموال وسط المدينة عن طريق كسر أقفالها وإلحاق خسائر مادية ببوابتها الزجاجية قبل أن تتدخل على الفور أقرب دورية لفرقة الأبحاث والتدخلات من أجل توقيفه في حالة التلبس داخل هذه الوكالة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية. إذن في إطار التدخلات التي تقوم بها عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، فقد تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية صباح أمس الأحد من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال. وكانت مصالح الأمن قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه بالولوج إلى داخل وكالة لتحويل الأموال عن طريق كسر أقفالها وإلحاق خسائر مادية ببوابتها الزجاجية قبل أن تتدخل على الفور أقرب دورية لفرقة الأبحاث والتدخلات من أجل توقيفه في حالة تلبس داخل هذه الوكالة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية. إذن محاولة لاقتحام وكالة
وكالة لتحويل الأموال تبوء بالفشل حينما حاول أحد الشبان بسرقتها من خلال كسر أقفال باب الوكالة وإلحاق خسائر مادية ببوابتها الزجاجية، إلا أنه لحسن حظ فإن التدخل أقرب دورية لفرقة الأبحاث والتدخلات مكنت من توقيفه في حالة تلبس داخل هذه الوكالة، وهو متلبس في محاولة سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال. إذن المعني بالأمر مشاهدينا الكرام تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية. إذا مشاهدينا الكرام شكرا على تتبعكم هذا المباشر من طنجة، ألقاكم في مباشر آخر، أتمنى لكم بداية أسبوع موفقة للجميع، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.